عدى موكب رئيس الوزراء، بعد ما عدى بشوية صار صوت انفجار، راحت الناس تجري، فالانفجار شكله صار في آخر الموكب. كلمات الغضب، ونحن واثقون أن الوفد ومن رافقه ومن تابعه من غزة هدفه واحد، وهو إنهاء الانقسام الفلسطيني. ما هدف الهدف وراء الانفجار؟ ماذا أراد المفجر؟ ماذا أراد المفجر؟ من فعل ذلك فقط يخدم الاحتلال ونفذ ما يطلبه الاحتلال. شكرا.